رجعنا من جديد هنعمل كوكيز. الكوكيز دي مشهوره باسم نيويورك كوكيز، اعملي سيرش عليها، هي اسمها كده، هو مش عارف مسميها. بتبقى اتخن من العاديه، العاديه بتبقى فرشه جامد، دي بتبقى تخينه شويه. طعمها حلو جدا وهتعجبكم قوي. مقادير ايه؟ نص كوبايه زبده، الزبده تكون طريه اهي، بصوا مش سايحه ومش جامده. ربع نص كوبايه زبده، كوبايه سكر بني، ربع كوبايه سكر عادي، بيضتين فانيليا، 3 كوبايات دقيق، معلقه صغيره ونص بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا، رشه ملح، كوبايه شوكولاته دارك وكوبايه شوكولاته عاديه اللي هي باللبن اهي، اللي هي تشوكليت شيبس، سواء كبيره او صغيره. اول حاجه البيض بتاعنا لازم يكون متوسط، البيضاية مش كبيرة ومش صغيرة، الزبدة زي ما قلنا لازم تبقى طرية، السكر ما يبقاش ناعم، علشان في ناس بتقولك السكر يكون بودرة، لا أقول لكم ليه، السكر لما يبقى خشن كده بيدخل، مش خشن يعني في بينهم مفرول كده، الحبيبات دي بتدخل هواء وانا بضربهم مع الزبدة، فده بينفش لي العجيلة أحسن، لكن السكر بودرة هيخليها مكتومة. البيكنج صودا والبيكنج باودر، خلط الاثنين بيديني نتيجة أحسن في إن هي تنفش أكتر، خلاص؟ طبعًا الفانيليا أساسي عشان البيض، والشوكليت شيبس في منها كبير وفي منها الصغير، في الكوكيز الكبيرة علشان النيويورك كوكيز حجم البسكوتاية كبير وبتبقى تخينة، الشوكليت شيبس الكبيرة بتبقى أحلى معاها. لازم أضرب البيض والزبدة فترة والسكر. بضربهم جامد، ادخل لهم هواء، ادي الزبده والبيض، الفانيليا طبعا مع البيض اساسي، والسكر، وهبتدي اضربهم لغايه لما احس ان هما اتخلطوا جامد. بسم الله. بمضرب البيض، انا بضربهم الاول بمضرب البيض، وبعد كده اهو كده لازم افضل فتره لغايه لما يبقى عندي الخليط كريمي وهش، هو شويه شويه بيفك، هنساعد الخلاط شويه ان احنا نقشط. بصوا طبعا علشان ما شاء الله الخلاط كبير والكميه مقدار واحد، وهياخد معايا وقت طبعا لو هو مقدارين، فكده اهو ابتدت تبقى عجينه هشه، بنضربه لغاية لما يبقى خليط كريمي، وزي ما قلت لكم هي نسبة وتناسب، احنا عشان العجان كبير والكمية قليلة. في حاجة بقى كمان بتدي هشاشة وطراوة للكوكيز، ماشي انا بس كنت عايزة خلاص هنكمل الشغل في ال بعد ما بحط بضرب الزبده والسمنه، باجي علشان ازود الدقيق. عايزه اقول لكم على تركايه انا بعملها علشان يطلع الكوكيز معايا طريه وهشه، بحط معلقه نشا مع الدقيق، وهحط البيكنج صودا والبيكنج باودر. معلقه النشا انا مش حطاها في المقادير لان هي مش، لان دي وصفه تقليديه، لكن دي فكرتي انا وانا اللي بعملها، فعلشان كده عشان ما يقولوش ان ايه مغيره في مقادير وصفه اساسيه. بصوا بقى، معلقه النشا بتدي له هشاشه وطراوه، خصوصا ان الكوكيز دي حجمها كبير وتخينه، فعلشان تبقى هشه من جوه النشا بيدي هشاشه ليها. هحط بقى، انا قلبته بالشوكه علشان اخلط النشا في الدقيق كويس قوي، والبيكنج باودر والبيكنج صودا، وهحط شويه شويه وابتدي اقلبهم في الخليط بتاعي
اهو، وبعدين هحط تاني اهو زي ما بنعمل كده كفتة بطاطس، وبنحط فيها معلقة النشا بتبقى هشة ومنفوشة، فمعلقة النشا بتفرق كتير. اهي هي معلقة واحدة بتتحط خلاص، وهحط الدقيق اهو بالتدريج لغاية لما اخلصه كله. وعلى فكرة انت ممكن برضو تكملي الدقيق بالعجان يعني، بس هنشيل بقى اللي هو الهاج بتاع البيض ونحط بتاع الكوكيز مش بتاع العجين كمان، هشيل مضرب البيض واحط بتاع الكوكيز. بصوا هي لسه طريه طريه قوي، هحط بقيه الدقيق اللي فاضل. لو انا عايزه احط فيها عين جمل او سوداني، علشان في منهم ساعات بيعملوها كده، هشيل 50 جرام من الدقيق وهحط بدلهم عين جمل او سوداني مجروش. اوكي، يعني ممكن تتعمل مع الشوكليت شيبس يبقى فيه عين جمل او سوداني اهي. اهي العجينة شايفين حلوة ما شاء الله وزي الفل، لازم ألمها كويس وبعدين هوريكم بنشكلها وبنعمل ايه. لما نبتدي نشتغل كل المكونات تبقى في حرارة الأوضة، البيض هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن يكون سائع معايا. هاجي قبل ما ألم العجينة جامد هخلط الشوكليت شيبس بالعجينة. اهي وهكون مجهزة صينية خبز، هحط عليها ورق زبدة. بصوا عشان انا بقلبها كويس قوي قبل ما ابتدي المها في بعض علشان اخلط الشوكليت شيبس فيها كويس خلاص، وبعد كده ابتدي اخد شوية شوية ألمهم مع بعض، ما عجنهاش كلها مع بعض يعني كده اهي. احنا قلنا نيويورك كوكيز دي بتبقى كبيره، بكورها كور وهي بتفرد شويه في الفرن اهي. بحطها بعيده عن بعضها علشان لما تفردش، هي ما بتبقاش رفيعة بتبقى تخينة برضو لكن بتفرش عن كده اهي. بس لازم ادخلها الفريزر نص ساعة. ليه بقى؟ علشان تبقى سيلد كده تقفش يعني، ولما اجي ادخلها في الفرن ما تبقاش ما تفرش على الاخر، تطلع مكلبازة كده وتخينة. واخد بالي ان ايه يبقى عندي مسافة بين ايوه كده، يعني الصاجة الصغننة دي هتاخد. بصوا لو لقيتهم كلهم محطوطين في حتة واحدة احاول ان انا اقسمهم، بصوا يبقوا متوزعين فيها عشان ما يبقوش متكومين في حتة واحدة. اوكي اهو اهي اهو خلاص. انا هحط 6 بس، بصوا لازم تبقى ناعمة، لازم تبقى ناعمة علشان ما تبقاش مشققة. اخر واحدة بقى هحطها وهندخلهم الفريزر نص ساعة. لو الدنيا شتا التلاجة تكفي، بس احنا في الحر ده الفريزر نص ساعة قبل ما ادخلهم الفرن على حرارة 175. ما تخبزيهاش ابدا اكتر من 10 دقايق عشان ما تطلعش ناشفة. اول ما بنطلعها من الفرن بتبقى سخنة وطرية هشة كده، احنا بنفتكرها زي المية، لا هي ثواني سيبيها في الهواء
وهتلاقيها عملت قشره كده كراست ومن جوه بقت طريه وهشه. المهم ما تحركيهاش لغايه لما تبرد. خلاص انا دلوقتي هدخلها الفريزر وبعد كده هندخلها الفرن، وزي ما قلت لك ما تتحطش ابدا اكتر من 10 دقايق. هروح بقى دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني.